صلى عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي، يقول أحسن عليكم، إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي أحد والديه، فهل يجوز لنا نحن الجيران أن نقوم بتعزيته؟ والله هذا مشكلة، يعني تعزيته في من هو مثله أو أشد منه لا يعزى به، ولا يعني يدعى للميت، وإنما لو قيل له هو هداك الله ويسر أمرك ونحو ذلك يدعى له للحي فقط، ولا يدعى للميت، يدعى له بالهداية، يدعى له بقبول الحق، أو يدعى له بالرزق، هذا قد يكون أخ. أما الدعاء بالمغفرة لا.